هلا والله شباب شو اخباركم؟ ايش مسويين وياكم؟ اخوكم احمد النشيط، دوكم قناه دفز جيم موقعنا دفز جيم دوت نت، واليوم حاب اكمل وياكم واعطيكم تكمله الخبر اللي قلت لكم امس، بمناسبه مرور 20 عام على بلاي ستيشن من 1994 لليوم، احفظوا وياي 1994 لليوم صار عندنا اكثر من بلاي ستيشن، من بلاي ستيشن 1 2 3 4 والفيتا والبي اس بي وكل هاي الاشياء. اعطونا النسخه الخاصه. عندنا اغلى نسخه خاصه تنباع في بيب بسعر حوالي 5500 دينار 5000 5500 دينار او 55000 ريال سعودي اليوم عندنا ارخص نسخه اعلنوها ان بلاي ستيشن بريطانيا بلاي ستيشن يو كي قالوا لان اذا انت كنت في بريطانيا تقدر تروح حق المتجر الخاص ببلاي ستيشن متجر خاص اعلنوا عن متجر راح يكون مفتوح لمده ثلاثة ايام هاي المتجر راح يكون في جوارب بيكون في تيشرتات بيكون في اشياء خاصه نسخ خاصه اشياء والعاب تقدر تشتري العاب حق بلاي ستيشن 1 تقدر تشتري العاب حق بلاي ستيشن 2 و 3 وتقدر تشتري العاب حق بلاي ستيشن 4 وغير هاي تقدر تشتري النسخه الخاصه حق بلاي ستيشن 4 بس مو هاي الشيء المهم بتقول لي احمد ليش قاعد تقول لنا هاي الخبر؟ الخبر يقول لان ارخص بلاي ستيشن 4 بسعر 19.94 أربعة او 1994 يعني سعرها نفس سنة ذكرى بلاي ستيشن اول بلاي ستيشن عندنا اياه 1994 19.94 باوند الحركه <applause> حركة حلوة بالبلاي ستيشن راح يكون متوفر ل 94 شخص راح ينباع عليهم فالناس مصطفين من الحين تقدر تشوفهم في تويتر في انستغرام حاطين صورهم قاعدين هناك مبيتين هناك لانك تقدر تشتري النسخة بس في شرط 94 نسخه موجوده لاول لا 94 شخص يكون هناك لازم تقول لهم الكلمه السريه الكلمه السريه I crashed my bandicoot I crashed my bandicoot يعني crash bandicoot وأول شيء حركة حلوة صراحة على على ستوسك اللي أشخاص أو شركة تفكر وتسوي شيء لمحبينها تقدر تشتري النسخة الخاصة إذا كنت برا هاي الاشخاص برا ال 94 شخص راح يكون في 50 نسخه تنباع على شكل يومين 50 نسخه 50 نسخة حق اليوم الأول، 50 نسخة حق اليوم الثاني، بعدين ما راح تكون في نسخ خاصة، ف في المحل في 194 194 نسخة، 194 تس... 194 نسخة راح تنباع بالشكل التالي، أول يوم راح يكون عندنا 94 نسخة بسعر 19 0.94 هاي النسخه الخاصه لازم لازم تقول الكلمه السريه ولازم تجيب معك شيء من ذكريات بلاي ستيشن تجيب ساك بوي بلاشي يعني دميه ساك بوي تجيب معك كراش بانديكوت تجيب معك العاب من بلاي ستيشن 1 تجيب معك الكنترولر تجيب معك بلاي ستيشن 1 او 2 او 3 او اي شيء يجيب ميداليه عليها شكل بلاي ستيشن لازم تجيب شيء من عالم بلاي ستيشن معك ما يصير تدخل المحل بدون شيء من بلاي ستيشن لازم يكون تراويهم ان شاء الله عندك برايسلت تراويهم تاتو عندك اي شيء تراويهم لانك انت محبين بلاي ستيشن وبهاي الطريقه تقدر ان انها.. تحصل على النسخه الخاصه بسعر 19.94 انا ابي اشوف اذا اذا نقدر نسوي هاي الحركه عندنا تتوقعون تنجح اذا سويناها عندنا في الشرق الاوسط من عندنا النسخة بالعربي وبهالطريقة وش رايكم؟ قولوا رايكم تحت وراح نسمعها راح نسمع يعني انشروا هاي المقطع لايك سبسكرايب اذا اذا حابين ان نكلم بلاي ستيشن يسوون لنا هاي الشيء تخيل بلاي ستيشن بسعر بسعر 400 ريال او 40 دينار ارخص من انك تشتري نسخه خاصه حق لعبه كول اوف ديوتي او دستدي او اي شيء حماس حماس كوياكم اخوكم احمد رشيد اشوفكم في خبر ثاني مقطع ثاني لا تنسون تشتركون في قنواتنا كاملهم ديفلز جيم ديفلز كوميونتي ديفلز اوبس وكل هاي الاشياء شوفوا موقعنا حق الاخبار واشتركوا في قناه مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وتويتر @devilsgame قناة الرجعة ديفلز جيم ابي ابي اوصل القناة الثانية الى 100000 مشترك اذا تقدرون توصلونها هاي القناة 155000 نبي ننشطها علشان ترجع في السيرش وهالاشياء وحكم شواض، ومع السلامة شباب ومع السلامة شباب